غرفة التحكم المركزية بالإدارة العامة للمرور تواكب دائما كافة الأحداث وتكثف من عملها مع انطلاق العام الدراسي الجديد. فوزارة الداخلية أعدت العدة بخطة أمنية ومرورية شاملة لتسهيل الحركة المرورية في البلاد عبر كاميرات المراقبة المرورية ومواكبة عودة الدوامات والطلبة لمدارسهم. بالنسبة حق خطة وزارة الداخلية يعني والإدارة العامة للمرور بالأخص للاستعدادات للعام الدراسي الجديد، يعني قامت وزارة الداخلية بفرز أكثر من 400 دورية ودراجة مرورية على جميع الطرق. هذه الدوريات والدراجات تقوم بتسهيل حركة السير ومنع الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية ومراجعة الحوادث والوقوف على الحوادث والإصابات لا قدر الله. بالنسبة هذا حق الدوريات. بالنسبة حق أيضا عندنا تغيير توقيت الإشارات المرورية اللي تناسب دخول الموظفين وخروج الموظفين في الأوقات معينة، يتم وضع وقت معين لطريق معين وتتغير هذا التوقيت في خروج الدوامات وقت الظهر، أيضا تتغير هذه التوقيتات. التنسيق والمتابعة مع كافة جهات الدولة لإيجاد حلول تساهم في تقليل الكثافة المرورية تجسدت بتوافق ما بين وزارة التربية ووزارة الداخلية بتطبيق الدوام المرن للمراحل التعليمية هذا العام. أول سنة نطبق إحنا إن شاء الله الدوام المرن، وأيضا وزارة التربية مشكورة يعني وافقت على دخول مختلف لمراحل السنية للمدارس، يعني هذه ممكن دخول الطلبة ربع ساعة فرق، أيضا الدوام المرن من الساعة 7 الصبح إلى 9 الصبح الدخول، والخروج يكون من الساعة 1:30 إلى 3:30، يعني هذا ممكن شوي يخفف من الزحام المروري. تبقى المتابعة الفورية والتنسيق العالي عنوان لعمل الإدارة العامة للمرور، وعبر غرفة التحكم المركزية وغرفة العمليات مجسدا هذا العمل تجانسا كبيرا في الجوانب المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية في البلاد. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.